استاذ محمد حمدي من الشركه المسوقه، قولي قد ايه انتوا فرحانين يا استاذ محمد بسمر، وانه انا شفته والله بتصغر لي. بص انا حاولت اتاكد حتى زمايلنا لما شفت العنوان اللي هو هيستوري ميكر، قلت لهم يا جماعه ده عنوان صحفي ولا الاتحاد الدولي؟ قالوا ده الاتحاد الدولي. لا ده الاتحاد الدولي فعلا. يعني قد ايه كنت فخوره بيك يا سمر، مش عنوان صحفي رنان، عارفه مش اللي هو، لا ده الاتحاد الدولي هو اللي بيقول عليك انت صانعه للتاريخ. ده حقيقي. مدام منى انا هفكر حضرتك بحاجه، انا مسوق لسمر وانا اللي مسؤول عن سمر بقالي داخلين في سنه ونص، صح كده او سنه، علشان نجيب الشركات الراعيه لسمر. انا جيت لحضرتك لحظه، هيستوري ميكر، ميكر صانعة التاريخ هي سمر بلوجو الاتحاد الدولي فوق اللي على الشمال، ده اللوجو بتاع الاتحاد الدولي للمصارعه النسائيه. كل ده بيفيدنا. انا هفكر حضرتك بحاجه، انا جيت لحضرتك قبل كده بعد اولمبياد طوكيو 2021 بالبطل احمد اسامه الجندي صاحب فضيه الخماسي الحديث، ده حبيبنا قمر قمر. ولو حضرتك تفتكري احنا عملنا اول لقطه ان احنا طلعنا جندي مع النجم محمد حمائي على الستيج. صحيح صحيح. تمام. فاحنا الحمد لله الحمد لله بنكتسب ثقه ابطال مصر في العاب مختلفه. سمر عدت بفتره صعبه جدا زي ما حضرتك قلتي سنه 2021، والثلاث اسابيع اللي هي اتكلمت فيهم دول كافلين جدا ان هم يقضوا على اي بطل على اي طموح، بس هي ارادتها من حديد. وعايز اقول لك على حاجه حقيقيه حقيقيه حقيقيه، هي بميت راجل في كلمتها في تعاملاتها في اخلاقها ممكن تبقى بركان غضب، بركان غضب حقيقي، بس بتعرف تتكلم كويس قوي وبتعرف تحترم اللي قدامها. على سيره البطوله والسبونسرشيب او الدعم او الظروف سمر، انا عرفت ان انت جالك اكتر من عرض انك تلعبي باسم دوله تانية او تسافري وتتجنسي يعني. كتير حصل. بس انا يعني لما كنت بلعب بره بقول ليه احنا ليه ما نقفش على نبقى وسط الناس دي ونلبس ميداليات يعني، او انا عندي امكانيات ان انا ابقى كده، او انا لما بلعب مع يعني حضرتك لما سالتيني قلتي انت مين اللي بتقفي قدامه بتحسي ان انت، لا انا ما بحسش كده، لان انا مش هحس كده، لان انا برضو انا من مصر يعني، انا ليا بلد وليا احنا لينا تاريخ ولينا حاجات كتير قوي ان احنا نقف وسط الناس دي بقى الامكانيات. انا وقفت بقى الامكانيات، وده اللي انا صممت عليه في سنه 2022 اللي هو انا بقى الامكانيات، انا هسافر بدعم الاتحاد دعم الوزاره بتمريني في وسط النادي بتاعي الصغير في وسط زمايلي، انا هطلع بطلة عالم من مصر، انا هقف وعلم مصر هيترفع قدامي ويترفع قدامي ويترفع ويترفع، وان انا يترفع يا سمر يا جميلة يا سمر يا جميلة يا سمر. وعلى فكرة موضوع التصنيف ده برضو مجاز صدفة بالنسبة لي، انا عايزة اتكلم في الحتة دي اللي هو موضوع التصنيف، لان انا في ناس كتير قوي كانت بتتكلم هو ايه نتائجك، انت مش مصنفه، انت مش بتتلعبي بطولات الرانك. احنا زي ما اتفقت مع الكابتن ان انا اتمرن هنا وكده، ما كناش مركزين قوي في موضوع الرانك وكده، بس كنت يعني بحط بطوله عالم بطوله اولمبياد قدامي، فلما شايفه ان انا لازم يعني انا ابقى رقم واحد او صورتي تبقى رقم واحد في الرانك دي، والدول العالم كلها تشوف ان في بنت مصريه او حد مصري علمه اول علم في النتائج واحنا مش ظاهرين، فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. صحيح. فركزت على الرانك ومره جبت تاني تالت لغايه ما انا وصلت ان انا رانكي بقى الاول، وقلت لا انا مش هخليه الاول لمره واحده، لا انا هثبت على الرانك ده وان شاء الله هو هيفضل اول لغايه ما يعني اكون مثلا. اهميه ان انت حصلتي على التصنيف الاول عالميا للمره الثانيه انه تاكيد انه المره اللي فاتت مش صدفه، مش مجرد ظروف حصلت لمنافسينك، لا دي حقيقة مؤكدة انه البطلة المصارعة المصرية سمر حمزة ميكينج هيستوري تصنع التاريخ. لا يعني ما مفهوم مني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.